اقرأها يا أنطونيو. إذا عاد القيصر منتصراً سيصبح في نظر الروماني مثل القائد العظيم الإسكندر، ولكن هناك سبب واحد يحول دون وصوله إلى هذا المثل الأعلى، وهو أن الإسكندر كان يحارب من أجل الإمبراطورية، أما قيصر فيحارب من أجل الوصول إلى العرش. ماذا يريد هذا الشيشارون يا أنطونيو؟ إنه ثرثار يا قيصر، ويحاول أن يثير مخاوف الشعب منك فقط لا أكثر. قل لمجلس الشيوخ يا أنطونيو أن يعطوني عباءة النصر في الاحتفالات، وأن توضع صورتي على النقود، سواء وأنا أزين رأسي بالتاج أو وأنا جالس على العرش. وقل لهم أن يقيموا لي تمثالا في الكابيتول، وأن يوضع إلى جانب الملوك السبع. أما أوامري فيما بعد فسيعرفونها في معبد فينوس. سمعت بما لم تخبرني به يا قيصر. هل بدأت في التجسس علي كليوباترا؟ لا، ولكن ما سمعته لم يعد سرا في روما كلها يا سيد روما. أنت تقصدين ما قاله الناس عنك عندما رأوا تمثال الإلهة كليوباترا وهو يرتفع في معبد الإلهة فينوس التي تنتمي إليها عائلتي. إنهم لا يحبونني. منذ البداية شعرت أن حياتي بينهم لن تكون مريحة، وحاولت أن أتجنبهم بقدر ما أستطيع، ولكنهم اعتقدوا أن هذا زهوا وغطرسا، وربما حاولوا إبعادي عنك. هم لا يكرهونك، هم يرون أنك أتيت لهم من مكان بعيد، ولكنهم سيكرهونني أنا لأنني سأجعلهم يركعون أمام تمثالك. هكذا تحدث الأمور هنا في روما، فأنا الروماني العاشق الذي يزين حياتك الآن. أنا لماذا تفعل كل هذا من أجلي يا قيصر؟ لأنني أحبك، ولأنني مؤمن بما فعلت، وما فعلته هو في مصلحة روما ومصر والعالم الواحد الذي نبنيه معا في سعادة وعدالة وحب. وأذكرك بأننا نشترك في هذا الحلم مع الإسكندر الأكبر كليوباترا. لا يمكن أن أنسى هذا، وربما حماسك أن نبني معا عالما واحدا يجعلني أحبك أكثر وأكثر. بقي عندي حربان، حرب لأستولي على بقية العالم، وحرب لأجعل منك أسطورة يعجب بها العالم. وهذه هي عظمتك يا قيصر، أنك لا تعرف حدودا على الأرض ولا حدودا في العاطفة. عندما أعطي حدودا لأي شيء أكون قد انتهيت، فأنا قيصر. أنا سأكرهك أن انتهيت يا قيصر. قيصر لا ينتهي كليوباترا، لا ينتهي. لقد أرسل لي أنطونيو ليخبرني بأنه يرفض اقتراحي بجعله ملكاً على الإمبراطورية الرومانية خارج أسوار روما. اعتبرها بادرة فارغة لتملقه، وهو لم يقبل بنصف النصر يوماً. إنه لا يعلن الحرب يا كاسكا، ولا يهيننا كما تتصور. أنت مخطئ يا بروتوس، فخططه أبعد من أن تدرك الآن. الآن يريد أن يغتصب منا لقب الملك، خصوصاً بعد أن أعطته هذه الساحرة المصرية وريثاً للعرش.
ولكنه لن يستطيع الخروج من ربقة سحرها بسهولة، وليس بعيدا أن ينصب نفسه إلها ويطلب منا جميعا أن نركع تحت قدميه. طالما أن ما يحدث للقيصر هو من تأثير هذه الساحرة المصرية وما تبثه فيه من أفكار غريبة، لما لا تقضون عليها وينتهي الأمر؟ لقد اخترت الشخص الخطأ للقضاء عليه يا بروتوس. هل اتخذتم قراركم إذن؟ 15 من مارس القادم. ولها حركات بارعة أيضاً يا سيدي، ولكنني لا أحب طلاء الوجنتين بالمسحوق الأحمر يا بلاتوس. سأجعلها تزيله، ولكن أي الأثواب تفضل أن ترتديها لك يا سيدي؟ أفضل الأثواب هو الذي لا ترتديه أبداً أيها الأخرق. سيدي أوكتافيوس، أريد أن أتحدث معك في أمر هام يا سيدي. وما هو النبأ الهام الذي تحمله إلي يا كانيدس؟ هناك مؤامرة لقتل عمك القيصر. ماذا قلت يا كانيدس؟ هناك مؤامرة لقتل عمك القيصر يا سيدي. إنك تتوهم وتراودك أفكار سيئة يا كانيدس. لا توجد يد قاتلة قادرة على قتل القيصر. ولكن الأمر حقيقي يا سيدي، هناك متآمرون يخططون لقتله في يوم تنصيبه إمبراطوراً، وقد ينجحون في ذلك. وما الذي يهمك من أمر القيصر؟ رأيت من المناسب أن أخبرك بذلك، لأنه عمك يا سيدي. وهل ستشاركني في البكاء عليه إذن؟ أنت على علم بذلك يا سيدي؟ أجل يا كانيدس. ولماذا تصمت عليهم إذن؟ لأنها الطريقة الوحيدة التي سأنتقم بها منهم واحداً تلو الآخر. لكل لعبة نهاية، ويحسن القيصر عملاً في خروجه من التاريخ قبل أن يتقيأ. لقد أكثرت من الشراب يا أخي. أحاول أن أنسى. كنت أعتقد أن جزءاً ما من حياتي قد انتهى، ولكنني كنت مخطئاً. لقد عاد أقوى مما كان عليه. روما ملأ بالنساء الجميلات، لكن التي أريد ليست بينهن. كليوباترا ليست بينهن. كليوباترا هي من أحب، وقد أعطت ما أريد لشخص آخر. سأحاول أن أتشبثها بحبي لها في مكان ما بداخلي. النبيذ والوشاة لن يتركوا سرك هذا خفياً إلى الأبد يا أطول. احذر، قد يعلم القيصر. دعني أحزن. إن لم أشعر بالحزن لا أستطيع أن أتخطاه. ادخر حزنك هذا. دعني، قلت لك دعني. لماذا فعلت هذا؟ قل لي، إنها لعبة جدك بطليموس. لماذا فعلت هذا؟ جهز عربتي بسرعة. أنت الملكة كليوباترا، أليس كذلك؟
كيف عرف؟ من عطر البلسم الذي تستخدمينه. فلا أحد في هذه البلاد يحسن استخدامه كما تفعلين أنت. فيه منافع كثيرة للبشر، وسوف تحصلين على أرضه، ولكن ليس كما تشتهي. إذن أنت تعرف لماذا أنا هنا يا سابورينا؟ أجل، هل القيصر في محنة؟ أجل، أريد أن أخلصه من الموت. سوف تحاولين، ولكنك لن تستطيعي ذلك. وأنت؟ حتى الآلهة لن تتدخل في ذلك كي لا تتهم بأنها تتهرب من أقدارها. عندما تسوء الأمور ليس باليد حيلة لإيقافها. حتى لو رأيت النهاية قادمة، لابد لي من أن أفعل شيئا. خير ما تفعلينه أن تدعيه يذهب إلى مصيره، فكلما علت التضحية كان لأمثولة الموت سحر وتأثير. وابني قيصر، سيتقرر مصيره هناك في مصر. ألا يمكنك أن تقول لي شيئا؟ أرجوك. لا لا، ما أقوله الآن لن يتكرر ويجب أن يتم. إذا كان وجود الملك الإمبراطور ضرورة للانتصار على البارثيين وإنقاذ روما، فلما اضطبطوا إذن في إعطاء اللقب في 15 من شهر مارس المقبل؟ الشعب هو الذي أسس الجمهورية، ولا يمكن إلغاؤها إلا بهذا الشعب. عد إلى ضميرك يا قيصر. وأين كان ضميرك يا كاسكا عندما وقفت إلى جانب بومبي وأشعلت حربا عابثة راح ضحيتها معظم أفراد الشعب؟ أنت متهم بقتل الأبرياء، وخطئي أنني لم أقتلك. إنك تذكرني بخطيئتي هذه لتشعرني بضعفي دائما يا قيصر. ما حققته لروما كان فريدا من نوعه. لقد صنعت أمة واحدة في أوروبا بالدم، وطموحي أن تسطع أمجاد روما أكثر مما تسطع الشمس، ومن لا يسره ذلك فليحجب صوته عني في 15 من مارس المقبل. وما مصير مجلس الشيوخ في هذه الحالة يا قيصر؟ سيظل موجودا فقط ليوافق على ما أريد أنا. إنهم يتهامسون فيما بينهم ويقولون إنك كنت شخصا عاديا يا قيصر، وهم الذين صنعوك وجعلوك فوق الجميع. لأنه مكاني الصحيح يا أنطونيو. وأنتم لقد أعطيتكم الثروة والسلطة والشرف، وبدوني لا تساوون شيئا. بدونك أو معك لا نساوي شيئا يا قيصر. جريمتي أني عفوت عنك يا كاسكا. أرجو أن تتركوني وحدي. أيها الناس، يا أهل روما، أيها الرومان، هل لكم آذان تسمع؟ أيها الناس، يا
هل لكم آذان تسمع؟ أيها الناس، يا أهل روما، هل لكم آذان تسمع؟ اسمعوني إذن، لقد تلقيت تحذيرا من الآلهة، الخطر قادم، إن حياتكم في خطر، الخطر يترصدكم في كل مكان. شهر مارس القادم سيأتي معدا بترتيبات مسبقة، شيء ما في هذا العالم سيضطرب في مارس القادم، سوف تعصف رياح الدمار فوق روما. الاستهتار يقود العالم اليوم. إني أرى مدينتكم غارقة في الدم. الجدران لم تعد بحاجة لمن يهزها الآن. إن المصابيح تموت في البيوت، وكذلك الأطفال. قريبا سيعم الظلام العالم، سيسود الظلام. توبوا عن شروركم، إني أراكم تغرقون في الموت. إني أسمع صراخكم ونواحكم. لم يعد لنهر التيبر مزاج ليفتح أذنيه ويسمع صوتي. لا جدوى من صوتي الآن، لا جدوى من صوتي الآن. أيها الناس، يا أهل روما، أيها الرومان، هل لكم آذان تسمع؟ اسمعوني إذن، مني يا بروتوس، ألا يعلم عدوي كيف أفكر ومن أين تأتي الضربة القاسمة. وماذا أيضا؟ أن أضيق الخناق على خصمي ولا أترك له ثغرة يتسلل منها. لقد تعلمت بعضا من قيصر، أما قيصر فلا يعرفه إلا قيصر. استغلوا وجوده وحده وقتلوه، لم يستطع أحد أن ينقذه. عذراً سيد القيصر.
لقد ناله من صديقي بوستموس، ولكن لن تضعف المحن من شجاعتي ولن تقلل من عزمي. أهدك، أهدك بذلك يا صديقي بوستموس، أهدك بذلك. بعد أيام قليلة سأكون في طريقي إلى بلاد البارثيين. سأعود إلى خيمة الحربية وأقاسم جنودي الطعام في العراء، ولكنني لن أنسى كليوباترا، سريرك الدافئ والمريح لن أنسى. أتمنى أن تبقى في خيمتك منذ الآن يا قيصر. ماذا تعنين؟ هل أصبحت أضايقك؟ أنت تعرف أنني أريدك إلى جانبي طوال الوقت، لكنني خائف. خائف مما تخافي؟ من أولئك الذين يكيدون لك ويحاولون قتلك. هل لديك دليل على ذلك؟ لا، ولكن النبوءة تقول ذلك. أنت قلقة إذن من نبوءة سابورينا؟ ولكني أتعجب، كيف لعقل الراجح مثل عقلك أن يصدق هذه الخرافة؟ في مصر نؤمن بأن هناك أشخاصاً لديهم القدرة على استطلاع الغيب والتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها. ولكنك الآن في روما، وما تسمعينه الآن من سابورينا ما هو إلا أوهام رجل بائس يائس. وقلبي يا قيصر، ما به قلبك؟ يحدثني عن شر مدمر سوف يقع. ما الذي يحدث لنساء روما في هذه الأيام؟ أنت قلقة علي من شر مدمر، وزوجتي كالبورينا تراني أذبح في أحلامها بين يديها. لن أسمح لكما أن تتحكم بي وترسم مسيرة حياتي. يجب أن تفكر بما يفكر به أعداؤك الذين يسعون إلى قتلك، ولكن قبل مغادرتك روما، لكي لا تعود منتصراً وتفرض الملكية إلى نهاية الزمن. إنك مثال للعظمة، لكنهم لا يحبون من هو أعلى منهم. فهمني يا قيصر، أرجوك. إنهم فاسقون، سأقتلهم جميعاً. لا تذهب إلى مجلس الشيوخ في الغد يا قيصر، أتسمعني؟ كليوباترا، لن أتخلى عن مسؤولياتي ومصيري بسبب خرافتكم. فغدا يوم هام في التاريخ، سينصبونني دكتاتورا. من الها؟ أنا قيصر، أنا روما، وروما أنا، 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 أنا روما، وروما أنا، أنا. يقول مارك أنطونيو إن القيصر قد لا يأتي إذا لم تكن الطوالع سعيدة. عندئذ سنخسر كل شيء بما في ذلك أرواحنا. قيصر، لا تذهب. مما تخافين؟ أحس بسواد الموت يخيم فوق سماء روما. وأنا أيضا أحس بذلك، ولكنه موت أعدائي وليس موتي أنا. ولكنني أرى شبح الموت يخيم فوق هذا المنزل يا قيصر. لا تذهب. فلتهدئي، اهدئي. أنت لم تشأ أن تأتمينني على سرك، ولكن بروتوس قال لي كل شيء. كان يجب عليك أن تخبرني قبل الآخرين أنك تتطلع إلى أن تكون محافظ روما.
أتمنى لكم حظا سعيدا، ولكنني أنصحكم بأن لا تتأخروا، لأن الناس بدأوا يتكلمون بالأمر. اقرأها ففيها حياتك أو مماتك. أعرف كلامك يا سابورين، وقد أتى مارس. وماذا حصل؟ أتى مارس، لكن المظاهرة لم تنتهي بعد. ستنتهي. قيصر، الجميع ينتظرون في الداخل يا سيدي، سيصابون بالخيبة إن تأجلت المداولات. تفضل يا قيصر، تفضل. وصل القيصر. أنطونيو، تعال. أنت بروتوس، Thank you.
ويل لأمة تقتل عظماءها، ويل لأمة تقتل عظماء.